طلاق ثلاثة في لفظ واحد كان يعتبر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة في عهد الرسول. فلما أتى عمر بن الخطاب رأى الناس تتابعوا كثيرا في الطلاق، يقولوا المرأة طلقت مئة وقتك شريف طلق آخرين، فقال لأن الناس تسارعوا تتابعوا في أمر لهم فيه أناس، فلكم الرجعة وكم الرجعة إلى آخرين، الناس بغوا كي يتسرعوا، فلأمضينه عليهم، قال عمر. فأصدر قرار وقرار سياسي وليس فتوى دينية بالمناسبة، باش نميزوا بيناتهم، ليس فتوى دينية. ولذلك قال ابن القيم وابن القيم هو تعزير، والتعزير أمر دنيوي، أحكام دنيوية، أحكام دنيوية، عقوبات من الرسول أو من غيره، ليست دينية باتفاق العلماء، ليست دينية باتفاق العلماء، العلماء هي اجتهادية، ويمكن من بعد أن تغير، أو يغير الرسول نفسه، أو يغيره رئيس السلطة السياسية، الناس الذين يتتابعون الطلاق. وبالتالي فعلى ربي أن الطلاق هو أمر، ولذلك أنا في رأيي ما تحدث عنه العلماء من النسخ في مثلا منع زيارة، النهي عن زيارة القبور، الصحيح غالب ما ورد فيه النهي، غالب ما ورد فيه النهي في السنة ليس دينا وإنما هو أحكام دنيوية، أقول غالب ليس كله، يمكن أن يكون، ولكن خصنا نمشيو للقرائن، عندما يجب التحريم حرم عليكم كذا فهذا دين بمنع حكم للناس ليوم القيامة، عندما ينهى الرسول يرد بمنع النهي هنا يجب أن نتحرى لنعرف هل هو نهي ديني أو إنما هو تصرف سياسي، وبالتالي نهي دنيوي، وقد يكون هذا شيء تصرف سياسي، نهي بمعنى الأب يقول لابنه ما تخش الزنقة، يعني لأن فيه مخاطر عليه، ينهاه ولكن هذا ليس نهي ديني، هو نهي دنيوي للمصلحة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد يتصرف كأب، وقد يتصرف كأخي، وقد يتصرف كصديقي، وقد يتصرف أيضا كرئيس للدولة أو علم الدين. مشاركة المرأة السياسية، من هنا جاب الأستاذ، هل المرأة تشارك سياسيا أو تشارك سياسيا؟ هل تتولى رئاسة الدولة أو لا تتولى رئاسة الدولة؟ هكذا؟ هذه ليست قضايا دينية، هي قضايا دنيوية. وبالتالي إقحامها في الفتوى، وإقحام الفتوى فيها، خروج عن ورد الشرع نفسه. في رأيي بطبيعة الحال، أنا كأبو غير رأيي، هذا شيء كامل فيه. بين قوسين في رأيي. ولا أستطيع رأي أحد. المواطنة، هل نبني الوطن على أساس المواطنة أم على أساس الانتماء الديني؟ هذا شيء دابا أنا فصلت هذه القضية في كتابي، بعضه في الدماسية النظافة، ثم في الدولة الإسلامية في المملكة، وعندي فيه تفصيل، واحد الكتاب معد للطبع بعد المراجعة بطبيعة الحال، هو الدولة المدنية في ظل مقاصد الشريعة، نشرت فيه 34 حلقة، نشرت فيه هذا الأمر، ضروري لتخليص المسلمين من آثار عصور التخلف. لأن سندرس إن شاء الله هذه القضية إشارة، ولكن من الزاوية الدينية، أنا دابا كنشير من الزاوية الدنيوية، من الزاوية الدينية أن لا نعتدي على الدين فندخل فيه ما ليس منه، لأنه ورد في تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف دنيوي عادي اجتهادي يتصرف كما يتصرف الناس، ولكن من جانب الدنيوي هو اعتداء أيضا على واقع المسلمين اليوم على مستقبلهم، لأن يجمد دنياهم كما يجمد دينهم، يجمد دينهم لأنك يدخله في الدين ما ليس منه، ولكن يجمد دنياهم لأن بعض الأمور كيعتبروا هذه كيجبدوا عليها، وإذا أتى شيء يطوره